للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من دبي المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان. دكتور محمد، النفط يقترب من مستوى $30، رأينا انتعاشة بسيطة اليوم، لكن بيوت الأبحاث العالمية ترى بأنه سينخفض خلال هذا العام ليصل لمستوى $20. ما رأيك وما هي الأسباب التي دعت بيوت الأبحاث لهذا التوقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتفق مع ما يذكر حول مستويات العشرين، وكنت قد ذكرت في الحلقة معك أختي ليلى بأننا سنزور منطقة العشرين. نعم. الضغوط على أسعار النفط كبيرة، الفائض كبير جدا، التوقعات بتحسن الطلب بدأت تتضاءل بشكل كبير، والسبب بطبيعة الحال ضعف النمو الاقتصادي من جهة، وتعود العالم على استهلاك نفط أقل. رأينا ما يحدث في الصين، رأينا ما يحدث في سوق الأسهم الصينية وما تبعه من تدهور في قيمة الأسهم بحوالي أو خسارة بحوالي $1 تريليون الأسبوع الماضي. كل هذه طبعا يضاف لها ارتفاع أو تحسن قيمة الدولار، وهي العملة التي يتم تداول البترول بموجبها، أدى كل هذه إلى مزيد من الضغوط على البترول، نحو أسعار البترول نحو الانخفاض. لكن هنالك نقطة أساسية لابد أن أخذها في الاعتبار أختي الفاضلة، وهي أنه لا حراك في إطار الأوبك أو كبار المنتجين، وهذا بطبيعة الحال يترك الفائض كما هو. إذا استثنينا ارتفاعات كبيرة في الطلب، ورأينا أن معظم النفط الصخري لا زال مستمرا بالرغم من 20% التي بدأت تخرج وتفلس إلى آخره، لكن معظم العرض العالمي لا زال كما هو. الفائض الآن موجود حوالي 2.5 مليون برميل يوميا. كل هذه العوامل تستمر أن تضغط، وخاصة في ظل عدم تحرك المنتجين، ولذلك أنا أتوقع أنها ستزور منطقة العشرين ولا شيء يمنعها من ذلك. نعم، بالرغم من ذلك رأينا وزير النفط النيجيري يخالف هذه التوقعات ويصرح بأنه يتوقع بأن يصل مستوى النفط أو سعر برميل النفط إلى $50 هذا العام. برأيك ما هي المعطيات التي بنى عليها هذا التوقع؟ هي في الواقع نستطيع أن نبني 1000 سيناريو يعتمد على الافتراضات. نفرض الافتراضات التي لدى الوزير النيجيري بأنه سيكون هنالك تحسن في النصف الثاني من العام في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، أن هنالك خروج لكثير من الإنتاج النفط الصخري وغيره. إذا فعلا هذه هي المعطيات فحتما حتعطي صورة أفضل، لكن أنا في تصوري أن هذه الأمور قد لا تحدث إطلاقا، وسيكون عام 2016 نسخة طبق الأصل من عام 2015 إن لم تكن الأسعار فيه أقل مما كانت في عام 2015. طيب دكتور محمد، لماذا لم نعد نرى تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط، خصوصا بأن المنطقة مرت في حروب وكذلك الأزمة الأخيرة بين السعودية وإيران؟ هذا كثيرون يستغربون لذلك، لكن أنا لا أستغرب، لأن كما ذكرت أن الفائض حجمه كبير جدا، ومهما حدث من انقطاع قصير الأمد في منطقة من المناطق نتيجة للعوامل الجيوسياسية، فإن هذا قد يؤدي إلى انخفاض في الفائض بجزء بسيط، لا يغير صورة الفائض الكبير. وبالتالي نحن كما ذكرتي كانت العوامل الجيوسياسية تؤثر سلبا على إيجابا على أسعار النفط، حينما نرى أو كنا نرى أنه مثلا بتهديد إيران إغلاق مضيق هرمز، أو هنالك عاصفة مناخية في خليج المكسيك أو غيرها، أو اضطرابات في نيجيريا، كنا نجد أن أسعار النفط ترتفع بدولارين وأكثر من دولارين، لكن الآن لا حراك، العكس هو الذي يحدث هذه الأيام، والسبب هو ضخامة الفائض، هو عدم تحرك الطلب بالصورة المرنة التي كان عليها، هو عدم تحرك المنتجين نحو تخفيض إنتاجهم.
هو أن الكل بيدافع عن حصته في السوق، وسنرى المزيد، لأن دخول النفط الإيراني والعراقي في الفترة القادمة سيعمق من انخفاض أسعار النفط في الفترة القادمة، خاصة في ظل الحسومات السعرية التي بدأت تعطيها كل دولة منتجة، وكل دولة أصبحت تنافس في أسواق غيرها. رأينا المملكة العربية السعودية تدخل أسواق بولندا، رأينا روسيا تدخل أسواق الصين، وهكذا. فهي حرب سعرية، ما يسمى بالكتثروت كومبيتيشن، هي قائمة وستستمر قائمة. وأما الأسعار فليس هنالك ما يمنعها من استمرار الانخفاض والانخفاض الكبير. نعم دكتور، في هذه الحرب السعرية من هم برأيك أكبر الرابحين ومن هم أكبر الخاسرين؟ ليس هنالك رابح طبعا. الدول المنتجة في تصورها أنه باستمرار انخفاض الأسعار عن مستويات معينة ستتمكن من إخراج المنتجين وخاصة عالي التكلفة، وخاصة منتجي النفط الصخري أو منتجي النفط الصخري. في الواقع مع التطور التقني، مع انخفاض التكاليف، مع الاندماجات الكبيرة التي تحدث هنا وهناك، الإنتاج مرتفع التكاليف لا زال صامدا، وهو كان بمثابة المفاجأة لكثير من الدول المنتجة. ولذلك الدول المنتجة تحقق خسارة وليس هنالك رابح، ولا بد من لكبار المنتجين من التفهم على كيفية التي يمكن أن يسيطروا فيها ويحققوا استقرار في السوق النفطية ويصلوا إلى تفاهم. نعم، وضحت الصورة. الدكتور محمد الصبان، كنت معنا من دبي، المستشار الاقتصادي والنفطي، شكرا جزيلا لك.